اعتقدش ده سعيد، لان لو العمليه اتنظمت بشكل كويس انا كنت محترف وعارف شعوري. يعني لما اكون مثلا في المانيا وجاي عشان المنتخب مصر ببقى سعيد جدا، لو حتى وانا ماشي في المطار الناس بتقول شد حيلك كابتن ربنا معاك. التنظيم لو نفسه، لو صلاح فعليا ما كانش عايز يبقى اكيد، لو صلاح شخصيا كان مرحب بفكره ان الجمهور يستقبله، فانا اعتقد ان القصور عندنا احنا. لكن لو صلاح مش عايز، وانا تقديري الشخصي ان صلاح ما كانش عايز ده، ما كانش عايز ان الناس تبقى عارفه وان يستقبلوه بشكل كبير. وخاصه يا كابتن عايز اقول حاجه تاني، ان محمد صلاح مش اول مره يحقق الارقام الفرديه الجميله او يحقق جوائز فرديه، بخلاف سون ان الاول مره في تاريخه بيفوز. حلو حتى لما حقق ما كانش مختلف شويه. يعني خلي بالك، ما هو مع الوقت لازم برضو يكون في حاجه تتعمل. انا ما بتكلمش بصفه، يعني انا دايما على الحاله بنفسها. الحاله انا بتكلم فعلا في العموم. صلاح فعليا طبعا يستحق ان احنا نقدم له حاجات افضل، نقول له احنا شايفين انت قد ايه مشرفنا، شايفينك انت قد ايه رمز فعلا بتنقلنا الى مكانه اخرى ونقله تانية، ان انت فعليا اسهمت بشكل او باخر في رفع طموحاتنا ورفع امانينا وغذيت جوانا كلنا وجوه اولادنا القدره على ان احنا نتجاوز ونكسر اي حواجز وان احنا نروح مكان بعيد خالص. نروح مكان بعيد خالص كمان. صحيح. من خلال الارقام، يعني بص الارقام اللي بتتكلم عليها، مشاركه 51 مباراه، اهداف 31، صناعه اهداف 16 في الدوري 23 هدف، صناعه الاهداف 13. خلي بالك كمان في رقم حلو قوي عجبني، من 2003 ما كانش فيه في دوري الابطال اي لاعب قدر يسدد 6 تصويبات على المرمى في نهائي دوري الابطال. صحيح. فتخيل كمان نهائي دوري الابطال، اعظم بطوله على مستوى اوروبا وبيحقق فيها ارقام كبيره. صلاح في نهائي دوري الابطال في التصريح اللي قاله قبل المباراه، ان انا مستعد وانتظر ريال مدريد وعندي رغبه في الصقر، اعتقد انه كان محضر جدا وكان جاهز جدا لهذا التحدي بما قدمه في المباراه النهائيه. فعليا يعني مش قدم افضل اداء لمحمد صلاح، لا ده بيقدم افضل اداء لاي لاعب ممكن يقدمه في مباراه نهائيه، وخاصه بحجم نهائي دوري ابطال اوروبا. كان متفوق على نفسه بشكل غير عادي. يمكن احنا وهو حرمنا من واحده من اجمل الاهداف في تاريخ دوري الابطال، لما تشوف يا كابتن الكوره وهي نازله اللي عملت كنترول عظيم قوي قوي. ده للاستقبال يعني لوحده، ده معجزه يعني يتعزف عليها كتير جدا. ثم المراوغه، ثم الانهاء كابتن بالقدم الميته او قدم اليمنى. شوف الكوره فعلا محمد صلاح سجلها كتير قوي، لكن لانه امام حارس مرمى رد فعله مش عادي. يعني كورتوا فعليا بيفرق بمسافات كبيره قوي في فكره، في تفصيله رد الفعل تحديدا، رد فعله على التسديدات رد فعل خارق. والتسديده دي كمان بالذات يا سعيد، وده ينقلنا للصوره اللي بعد كده، ان بعد الكره ما طلعت كورنر كل مدافعين ريال مدريد راحوا حضنوا كورتوا وكانه صد ضربه جزاء. صحيح. مش شوط اخطر. صحيح فعليا، لانها في كل مره صلاح سجلها، ولا مره صلاح بيروح في المنطقه دي وهو بيشتغل قوي على دقه الانهاء، هتروح في انهي زاويه وانهي ارتفاع وباي قوه وباي دقه. فصلاح عمل كل الحاجات اللي تخليك تشوف رائعه، مش هدف، تشوف رائعه من روائع دوري ابطال اوروبا اللي تستحق انها تتحط في النهايه في متحف فيفا ومتحف الابطال. لكن للاسف الشديد احنا حرمنا وهو حرم، وربما هو النهارده التوفيق غاب عنه وهو بيقدم افضل حاجه ليه. صحيح. لكن التوفيق بيجي له في حاجات ثانيه، والناس في بعض المباريات ما بيكونش بهذا التالق وبيسجل. صحيح. هنا بقى المعادله اللي هو بيقول لك، هو التوفيق هيجي لك في اوقات الناس تشوف ان انت ما عملتش كل حاجه، بس لا، انت عملت كل حاجه في اوقات تانية، علشان كده التوفيق راح لك في طيب عايز اكلمك في جزئيه تانية. طبعا حصول محمد صلاح بمناسبه على جائزه الهداف مع سون، وكمان افضل اسيست، لكن كمان مرشح للحصول على افضل لاعب في البريمير ليج، مع طبعا لو كمان نجيب صور في 5 مرشحين بجانب صلاح للحصول على هذه الجائزه. تفتكر رايح لمين؟ هل محمد صلاح يستحق فعلا هذه الجائزه؟ بالتاكيد مفيش شك. يعني طبعا يعني دول الستة المرشحين، طبعا فان دايك ليفربول، طبعا هاري كين توتنهام، ساديو ماني ليفربول، كريستيانو رونالدو المان يونايتد، صلاح طبعا ليفربول، ودي بروين المان سيتي. انا عايز اقول في البدايه ان خروج سون من الترشيحات يعني هو امر غريب جدا جدا. صح. جدا يعني مظبوط. يعني يستحق ان هو يقف على نفس المسافه مع محمد صلاح ودي بروين، هم دول اهم 3 لاعبين. هتحط سون مكان مين من دول؟ يعني خليني احطه مكان هاري كين او فان دايك. يعني بالتاكيد هو افضل من الثنائي، وكمان يعني انا شخصيا افضله على رونالدو وعلى ساديو ماني، يعني هو بعد صلاح ودي بروين بشكل مباشر. بشوف ان صلاح فرصه اكبر، لان زي ما قلنا صلاح على المستوى الفردي رقميا بعيد جدا جدا،
لكن مش بس رقميا، محمد صلاح يا كابتن هاني افضل ما فيه هذا الموسم لما تدقق في التفاصيل. فعليا هو اضاف لنفسه اشياء جديده، زي ما قلت لحضرتك من بدري انه بدا ينزل تحت كتير، وبقى عنده ثقه في فكره ان يجي عليها مدافع واتجاوز ومدافع واثنين وثلاثه، فبقى عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا.